اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. لا فراخ ولا لحمه ولا سمك النهارده. معقول يا جد شيف؟ بصراحه احنا الكاونتر قدامنا اهوت في بتنجان، في فول، في جبنه موزاريلا، في جوافه، في جوز الهند، في الحاجات اللي هي متواجده في مطبخك دايما، البصل والثوم والزبده والسمنه والحاجات اللي هي يعني المطبخ ما بيستغناش عنها. وصوره البتنجان على الشاشه بتتكلم مصري. احنا عارفين البتنجان بيتاكل مسقعه لطيفه جدا، واحنا المصريين شطار في اعمال المسقعه، ناكلها سخنه ناكلها بارده. انا هعمل النهارده مسقعه البتنجان بالطشه بس مختلفه على طريقه المغازة، هتعجبك، هنشوف نعملها مع بعض ازاي. ومعانا جلاش ومعانا جبنه موزاريلا، جاي على بالي اعمل الفول بالجلاش مع الجبنه عشان الاولاد يحبوه، ودي وجبه غدا على اولادك ما يجوا من المدرسه تكون جاهزه، فيها البروتين النباتي والبروتين الحيواني. هتقولي البروتين الحيواني جاي منين؟ مفيش لحمه ولا سجق، في يا ام الجبنه الموزاريلا منتجات البروتين الحيواني. حلو الكلام؟ معانا الجوافه النهارده مع بعض هنعملها عصير بجوز الهند. جوز الهند مفيده جدا للشعر، مفيده للبشره، لها فوائد عديده، بيصنعوا منها زيوت. ايه المشكله لما نستخدمها في بعض العصائر بتاعتنا او السموزي بكميات قليله او كتيره؟ هنشوف ازاي نعمل عصير ما بين الجوافه وجوز الهند نقدر نديله طعم الفانيليا. لما بنقول جوافه بجوز الهند الاتنين مع بعض بيحبوا بعض. طعم الجوافه مع جوز الهند انا شخصيا بحبه. مكوناته حليب، جوافه، عينيه، جوز الهند، الخلاط بتاعنا اللي هيشرفنا ويشتغل معايا زي الفل. حلو، ببقى مجربه تفاجئ بقى ايه الفيشه حطيتها انا غلط. بسم الله الرحمن الرحيم. العب. حلو، دي الجوافه مع السكر مع جوز الهند مع الفانيليا. الله عليك يا مخرجنا، وانا خلصت يا فندم زي الفل الحمد لله. شفتوا المقادير؟ نقولها كمان مره، معانا جوافه، معانا جوز الهند، معانا حليب مسلج. يفضل طبعا ان احنا لما نشيل نعمل عصير جوافه، انا بحب كده، انت ممكن ما بتحبش كده، انا بشيل البذر اللي موجود في الجوافه. ليه بقى؟ طب هتقول لي يا شيف مغازي اضربها في الخلاط وصفيها. لا ما بحبهاش، بحس وانا بشرب عصير الجوافه كده ان في حاجه خشنه زي الرمله كده، حاجه يعني زي السميت. فانا الجوافه يتشال البذر اللي جواه وتنضرب في الخلاط زي بقى حليب بقى مع جوز الهند مع مكسرات زي ما انتوا عايزين، انا بحب كده. انت عايزه تضربيها بالبذر بتاعها وتصفيها زي ما تحب. حلو الكلام؟ تعالوا نعمل العصير ده، عصير قيمته الغذائيه عاليه جدا، لاولادك لاطفالك لبنوتك الحلوه ربنا يخليها لك. تعالوا مع بعض نعمله ازاي على الجلاش ما يستوي. حلو الكلام، ادي الخلاط معانا. اول حاجه هنحطها الجوافه الحلوه دي كده، جوافه البلدي الموسم بتاعها دلوقتي اهي، ما فيهاش بذره. حلو، طبعا احنا لما تقشري الجوافه، قصدي لما تشيل البذر من الجوافه بالشكل ده كده، برضو تقدر تحطها في محلول حمضي يعني شويه ميه معصور عليهم ليمونه، تقوم تحافظ على شكل الجوافه يبقى لونها ايه؟ ابيض بس خلاص. جوز الهند، الله، سكر، مع ان الجوافه البلدي سكر بس هنحط شويه سكر، ممكن تحط معلقه عسل زي ما انت عايزه، يعني ربع معلقه فانيليا. حلو الكلام، كل دول مع بعض يا عم الشيف. ده عصير بسيط وسهل، بس لما تيجي تحسبي القيمه الغذائيه بتاعته او العناصر الغذائيه بتاعته اللي موجوده في العصير ده بجد مفيد، خاصه لما يكون الطفل طالع من المدرسه او جوزك راجع من الشغل وتقابليه على الباب بكوبايه عصير زي دي كده. نحط الحليب المسلج. اوعى ما تشتغلش، ازعل، ممكن اعيط على هوا والله بعد ده كله. نضرب كل ده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم.
شكرا يا صديقي. صديقي طبعا. الله حاضر، انا وانت هنشرب منه حبيبي. ادي العصير بتاعنا. دايما الشيف المغازي يقول لك يا صبابين العصير زيدوا حالته. اوبا، اللهم صل على النبي. شفت القوام الحلو ده كده؟ جوافه، حليب مثلج، جوز الهند، سكر، فانيليا. الف هنا وشفا للي يشرب. مهم جدا وانت بتعمل العصير ده الجوافه تكون طبعا مغسوله كويس ومفيش اي اثار لبصل ولا توم في ايدك وانت شغاله. طيب ملاحظين ان انا في الحاجات دي حريص قوي عشان البنوته الحلوه اللي بتشوفني وبتتابعني تعرف الحاجات دي. ليه بقى؟ ممكن يكرف منك، وخاصه الجوافه بما ان ريحتها حلوه وطيبه، بس خلي بالك سريعه ان ايه، ان هي تلمس مع اي طعم سواء بصل او توم زي البطيخ كده. بدانا الحلقه بتاعتنا النهارده لا فراخ ولا لحمه ولا سمك، ولكن لازم تكوني بتتابعي البرنامج الشهير اكله امي، ويا رب ما نتحرم من ايديها. لازم ان انا اقدر انوع السفره بتاعتي بشويه بتنجان. قدرت ان انا اعمل شويه مسقعه بخبره طهويه، البتنجان اتحمر، عملنا له الطشه اللطيفه اسمها طشه المغازي، شفناها اتعملت ازاي مع شويه فلفل حار، وحرمشنا الطبق كده وزي الفل. ده عدل وسلطه زبادي بالخيار وتعشت لو انت هتعمليه، بس جنبيه شويه جلاش بالفول بالجلاش زي الفل. ده برده لو هتعمليه لوحده عدل وطبق سلطه خضراء، مش سلطه زبادي، طبق سلطه خضراء، ويا ريت نقطع عليها شويه جبنه قريش، تبقى وجبه برده متكامله. انا بوريلك ازاي، مش لازم تعملي الطبقين مع بعض. معانا عصير الجوافه بجوز الهند، ويفضل طبعا تقديم العصائر الطازه بالفواكه الطازه على سفرتنا بدلا من المياه الغازيه. رؤية، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.